في ظل ارتفاع كلفة التنقل، ينتظر اللبنانيون إطلاق خطة النقل العام التي أعدتها وزارة الأشغال العامة، والتي ستشمل كل خطوط النقل على كامل الأراضي اللبنانية. تسلمت الدولة اللبنانية هبة فرنسية عبارة عن 50 باصاً، إضافة إلى صيانة 45 باصاً ملكاً للدولة. فمتى سيتم تدشين عمل هذه الباصات؟ نحن عملنا دفاتر شروط فضل عروض لعمال غب الطلب تقريبا 16 آب اللي هن السائقين. لازم نحن بعد بأواخر شهر آب تكون الأمور على مستوى. أنت مش شايف الإضرابات اللي عم تصير، يعني الملف اللي بياخد معنا يوم صار عم ياخد معنا 20 يوم و25 يوم. مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أنهت بالتعاون مع وزارة الأشغال إعداد 5 دفاتر شروط لإطلاق المناقصة العمومية وتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك. أقر في مجلس الوزراء الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإطلاق مناقصة. قمنا بإعداد دفتر شروط للمزود، دفتر شروط للأدبلو، دفتر شروط للسائقين إلى آخره، وسوف يتم إطلاق المناقصة الخميس المقبل بالجريدة الرسمية الخميس. هيدا حنفتح المجال لكل الشركات المعنية، كل الشركات المعنية التي تتطابق شروط دفتر شروط عليها تقدم وبجيب شوفرية للباصات، وبالتالي الباصات مع المزود مع الآخري وتوفير الاعتمادات من وزارة المالية تسير الباصات. حمية أكد للجديد أن تسعيرة باصات النقل المشترك لن تتخطى كلفة بدل النقل المعتمدة رسميا، كما شدد على ضرورة تعديل قانون السير، إذ يجيز لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص وإعطائهم لوحات بيضاء لكونهم يشكلون الركن الأساسي لقطاع النقل في لبنان. رنا عبود، قناة الجديد.